الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بك مع حلقة جديدة من حلقات برنامجنا حقائق القرآن في شهر رمضان. رحمة الله عز وجل متمثلة في هذه الصفة العظيمة له تبارك وتعالى، الرحمن الرحيم، في سورة الفاتحة. شهر رمضان شهر الرحمة، شهر الغفران، شهر البركة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا الشهر المبارك، يقول: جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، يعني كثير البركة. ورحمة الله عز وجل في هذا الشهر على وجه الخصوص أكثر من أي شهر. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل الصيام فيه كي الإنسان يمتنع عن الآثام، يمتنع عن المحرمات، يمتنع حتى من الإضرار بنفسه. هناك حكمة عظيمة في الصيام، وهي رحمة من الله عز وجل. هذه الرحمة ما اكتشفها الإنسان إلا في القرن العشرين، هي ما يسمى بصيانة الجسم. تصور أن الصيام صيانة للجسم. أحد علماء الغرب، بروفيسور ألماني، يكتشف أن الجسد البشري من الناحية الفسيولوجية يحتاج إلى صيانة. صيانة أي جهاز؟ جسمك يعتبر جهاز يحتاج إلى صيانة. ما أفضل وسيلة لصيانة هذا الجسم؟ شهر واحد في السنة، الصيام لأكثر من 10 ساعات يوميا لمدة شهر كامل أفضل صيانة للجسم لمدة سنة. شيء عجيب أن عالم غربي ما هو مسلم يستنتج هذه القضية. الأعجب من ذلك، هناك أمراض دواؤها وشفاؤها الصيام. بعض الأمراض في الجسم الإنساني تحتاج إلى أن تصوم، تصوم من الطعام، ما تأكل شيء، ويعطونك قطرات محدودة من الماء مدروسة علشان السموم اللي في جسمك تخرج أثناء الصيام. الإنسان دائما يبحث عن شنو؟ عن الحكمة، الغاية، الهدف من الصيام. احنا قلناها، الحكمة تقوى الله عز وجل، لكن في حكم ثانية ما نكتشفها إلا بعد ما ندخل في هذه التجارب، تجارب الشفاء. إذا رمضان، صيام رمضان شفاء وصيانة لجسدك. ولذلك رحمة الله عز وجل تزداد في هذا الشهر الكريم. تمتنع عن الطعام والشراب فترة محدودة، ومع ذلك حتى الشياطين الله يسلسلها لك. شيطانك اللي مأذيك ودائما يوزك ودائما يوسوس لك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني ماشي على طول هذا الشيطان معاك، يضعف ويخنس كما قال سبحانه وتعالى الوسواس الخناس. في هذا الشهر الكريم يا مسلم يا عبد الله، فرصتك تخنس هذا الشيطان. رحمة الله عز وجل في هذا الشهر الكريم أيها الإخوة تمثل في الأجر المفتوح. في هذا الشهر الكريم أنت ممكن تصوم مرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس، اختار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. شوف رحمة الله عز وجل، أنت تفطر صائم، كم تكلفك الفطرة الصائم هذه؟ يعني هذا العمل العظيم إفطار الصائم، وخاصة اليوم
العالم الإسلامي يئن من مجاعات ومن ويلات حروب لاجئين في أماكن مختلفة في العالم من المسلمين. أكبر لاجئين في العالم هم المسلمين. تصور أن هناك أكثر من 8,600,000 لاجئ في العالم، أغلبهم مسلمين، ينتظرون الطعام، ينتظرون الشراب، وانت ماسك فلوسك مش حقه، ليش ما تتصدق وتكسب وتاخذ أجر صيام رمضان عدة مرات؟ تضمن أن تعيش السنة الجاية عشان تصوم رمضان؟ ما في ضمان. فأنت كأنك إذا قدمت إفطار صائم، وكم يكلف إذا كان داخل الكويت؟ ممكن يكلفك دينار. إذا خارج الكويت ممكن يكلفك نص دينار، احنا نقول بالعامية يا بلاش نص دينار، يعني طول رمضان 15 دينار، إذا كان داخل الكويت 30 دينار، وعندك صيام مسبق كأنك صمت رمضان السنة القادمة، هذا لا شك أنه أجر عظيم. وكل سنة بتسوي كذي تشوف الرصيد اللي عندك ما شاء الله، عمرك انتهى إن شاء الله، بعد طول العمر إن شاء الله بالعمل الصالح طبعا، عمرك انقضى 60 سنة 70 سنة، رصيد صيامك 100 سنة، رصيد صيامك 140 150. لازم هذه العملية سميها التعدادية والحسابية تحسبها علشانك أنت، عشان مصلحتك أنت، ميزان رب العالمين. هذه الرحمة تتنزل في رمضان، وخاصة في العشر الأواخر في ليلة القدر، الله سبحانه وتعالى أعطاها صورة كاملة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. كلامنا عن القرآن تكلم عن هذه الليلة العظيمة الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيها هذا القرآن العظيم، لأساس الرحمة الكبيرة. صفة الرحمن الرحيم تمثل في هذه الليلة على وجه الخصوص في آخر شهر رمضان. إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ إيش عرفك مقدارها؟ ليلة القدر خير من 1,000 شهر. الله أكبر، 1,000 شهر عدوها يا جماعة، عدوها وجدوها أن أكثر من 83 سنة وأربعة أشهر. من يضمن يعيش 83 سنة؟ ما حد. وشلون تحصل أجر 83 سنة في ليلة واحدة؟ إيش هالهدية العظيمة؟ الآن لو قلنا لك أنت اقعد معانا شهر كامل ومكرم ومحترم ومقدر وكل أمورك ماشية تمام، بس نبيك شهر واحد، نحبسك شهر واحد ونعطيك عقبها آخر الشهر نعطيك 83 مليون دينار. انقلبت الحين الأمور، تغيرت القضية. نقول احبسوني شهر، احبسوني شهرين، احبسوني 3 أشهر وعطوني. الآن فاصل معك عزيزي المشاهد، ونكمل الحديث حول هذا الموضوع. عدنا إليك عزيزي المشاهد مع 83 مليون دينار. نقول 83 مليون دينار، حسابات عجيبة، كل واحد منا يصير عنده 83 مليون دينار. لكن نسأل سؤال أنفسنا، عندما تعيش في هذه الدنيا القصيرة بعمر قصير محدود، لو عمرت 100 سنة، إيش كثر راح تصرف من 83 مليون دينار؟ ترى إحنا شوية ماسكين، خاف على فلوسنا. الله سبحانه وتعالى قال أن البشر قال وتحبون المال حبا جما، بخيل من آدم، راح يموت عقبها ويمكن ما صرف ولا 1,000,000 دينار، خذ 2,000,000 3,000 وبعدين الملايين الباقية وين راحت؟ راحت حق الورثة مو لك أنت. لكن عملك 83
عام من العمل الصالح في ليلة القدر لك أنت خصوصا، ما حد راح يشاركك فيه، رصيد مضمون 100%. طبعا إذا سويت صح وطبقت صح وتقبل الله منك هذا العمل تصل الأرحام، أمر عظيم. تتصدق مأجور، تصلي أنت على خير، تقرأ قرآن في شهر الخير مع رب العالمين، تجارة لن تبور ما فيها خسارة. اليوم الناس قاعد يخسرون، تجار يسكرون محلاتهم، واللي قام يطق أو يصفق إيد بإيد وراحت فلوسه في البورصة وراحت فلوسه تجار فلسون. لكن أنت مع تجارة مع رب العالمين، تجارة لن تبور. هذه الرحمة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في ختام الشهر الكريم في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. أحتاج منك استعداد لهذه العشر الأواخر. بعض الناس للأسف في العشر الأواخر من رمضان يبدأ يلخبط ويخربط ويتكيسل عن العبادة والصلاة. ليش؟ لأنه والله راح يال العيد، ينطر العيد. العيد إذا الله بيجيب لك إياه بيجيب لك إياه، ولكن السعيد ليس من أدرك العيد، السعيد من فاز يوم الوعيد، يوم القيامة. إذا فزت فيه تفوز بهذا الشهر الكريم، في شهر رمضان تلقى رصيدك موجود يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى جعل لك جبال من الحسنات ومن الأجر العظيم في هذا الشهر الكريم. بعض الناس في العشر الأواخر من رمضان للأسف يبحث عن تجهيز أبناء للعيد، وخاصة البنات. الأم تلف الأسواق ما تخلي مول إلى مول، من سوق إلى سوق. ليش؟ والله هذا الفستان ما عجبنا، وهذا جلكم الله الحذاء ما يمشي مع هالفستان. شو الكلام اللي صرنا إحنا يعني الدنيا لاحيتنا لهذه الدرجة، بحيث إن حتى في العشر الأواخر اللي فيها ليلة القدر ما يصير عندنا لها قدر، ما نهتم فيها. أخوة هذا انتكاسة، انتكاسة إيمانية وانتكاسة عقلية وانتكاسة واقعية وانتكاسة إيش نقول عنها بكل المقاييس، انتكاسة كبرى عظمى. ضيع هذه الليالي المباركة علشان فستان بنت، ولا علشان دشداشة، ولا علشان أسوي العمل الفلاني ولا العمل الفلاني. هذا الإنسان الضايع الغافل اللي ما يعرف وين يكسب وين تكون مصلحته. مصلحتك مع الله عز وجل، مصلحتك في الأجر العظيم بيوم القيامة، مصلحتك أن تنتهز هذه الليلة الكريمة ليلة القدر وتكون من أهلها. يوضع لك رصيد عند الله سبحانه وتعالى ب83 سنة من عمل الخير. رحمة الله بهذه الأمة، أعمار قصيرة ولكن الأجر واسع كبير لا يعد ولا يحصى. هذا الشهر الكريم شهر الرحمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الله، الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تصدق أكثر من الصدقة في رمضان، تمثل بهدي نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون.